السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم. سعيد إن شاء الله أقدم لكم اليوم فيديو مهم عن طريقة تعليم السبيكينج في اللغة الإنجليزية أو في لغة أخرى. عند الذهاب إلى المتصفح مجرد اختيار يوغلش، موقع يوغلش، وهذا هو الموقع يوغلش. حاليا هذه هي الصفحة الرئيسية للموقع. كيف مثل ما ترى ان الموقع حاليا في اللغة الانجليزية، عند النقر على هذه المنسدلة تجد اللغات التي تحب ان تسمع بها، مثلا العربية او الايطالية او الكورية او اي لغة اخرى. نبقى الان حاليا على اللغة الانجليزية. حاليا كتبت كلمة schedule، فاما نبحثها في اللفظ بالطريقة الامريكية، فمثل ما بحثنا كلمة schedule، how to pronounce schedule in American English، فلدينا 14,000 مقطع فيديو ظاهر حاليا. وهنا للفيديوهات السابقة، هنا يسترجعك الى 5 ثواني، هنا يعيد المقطع الذي يحتوي على كلمة schedule، وهنا ايقاف، وهنا التقديم الى المقطع الثاني، وكذلك يقدم لك كلمات مشابهة، وكذلك الفونتكس و tips to improve your English pronunciation. اوكي، دعني كيف يعمل حاليا. وكما ترون في British English 449. Something called the reward schedule. Parliamentary calendar to schedule for themselves the debates that they want to raise. So that's been a لا يبحث الموقع فقط الكلمات، وإنما كذلك يمكن أن يبحث phrases or small sentences. مثال ذلك I was in London. فنأخذ مثال، هنالك توجد 464 مقطع. I was in London soon after James Blake's I did the same thing when I was in London. I used the bike. أثناء الكلام يمكن لك أن تبحث عن هذه الكلمة، فمثلا often, frequently, many times. استخدامات الكلمة، وكذلك يمكن أن تترجمها لأي لغة عربية ترجمت. فلنذهب، ها نحن موجودون في يوغلش فور أرابيك، وتوجد هنا السعودية العربية والمصرية. فلنأخذ كلمة عائلة، فهنا في كلمة عائلة يوجد 1520 مقطع. عايش في مزرعة عائلتي زوج والدتي، حيث كان فهذا أول حرف من اسم عائلته لم نفذ الحادثة. كل مكان شكل الطيارة كان حكى إشي. نذهب حاليا فنختار عائلة في اللغة العربية السعودية. لأنه كان من عائلة ملتزمة، اندمج افتخار مع الثقافة الغربية. نختار إيجيبشن 764. وأخيرا نترككم بأمان الله مع يوغلش لتطوير البرونسيشن التلفظ، ومع 50 مليون. شكرا جزيلا، علما ان هذه المعلومات حصلت عليها من خلال المشاركة في الكورس التدريبي مع جامعة Iowa State University. شكرا جزيلا وفي حفظ.